السلام عليكم، اهلا بيكم في شرح درس جديد من برنامج اكسل 2016. زي ما انتم شايفين الفايل اللي قدامي كده، في شيت 1 دي فيها مجموعه طلبه، ودي الدرجات بتاعتهم في ماده الاي تي، الويندوز، الوورد، الاكسل. وهنبتدي مع بعض كده نشرح التاب اللي اسمها هوم. هبتدي انا حابه ابتدي بالجروب الخاص بالفونت. تمام، لو جيت عملت سلكت كده على الداتا بتاعتي، عندي اول ايقونه في الفونت هنا هي الخاصه بالفونت، نوع الخط. لو فتحت الايقون دي هتلاقي فيها انواع الخطوط الموجوده عندك جوه البرنامج. لو عملت كليك على اي خط، انا مجرد بس بعدي عليهم كده بتشوفهم قدامك في البريفيو كده بيطبقوا. لو عملت كليك على اي خط منهم هيكتب بيه او هيحول الكلام اللي انت كاتبه للفونت او للخط اللي انت عملت عليه سلكت. وليكن اخترت انا الفونت اللي اسمه اريال راوندد. الايقونه الثانيه اللي جنبها دي خاصه بالفونت سايز، حجم الخط. تمام، فانا كل ما بعلم كده على درجه من دول بيحول لي الخط بدرجه دي. تمام، عندي الايقونه اللي جنبها كده انكريز فونت، دي بتزود لي حجم الخط للخلايا اللي انا عامله عليها سلكت. لازم اكون عامله سلكت على الخلايا الاول. الايقونه اللي جنبها دي ديكريز فونت سايز، بتقلل حجم الخط. لو نزلنا لبقيه الجروب اللي تحت بولد بتخلي الخط بتاعي تقيل، لو كليك عليها تاني بيرجع زي ما كان. ايتاليك بتخلي الخط بتاعي مايل، كليك عليها بترجع تاني. اندر لاين بتحط لي خط تحت الكلام جوه الخلايا، واقدر اعمل دبل اندر لاين خطين، وكليك تاني على الايقون بلغي الكلام اللي فيها. تمام، الايقونه دي لذيذه جدا، دي خاصه بالبوردرز، ان انا الون البوردر او الاطارات اللي حوالين الخليه من بره. فانا لو فتحت الايقون دي، تمام، عندي بوتون بوردر يحط لك اطار سفلي على الخليه اللي انت واقف عليها. انا مثلا لو واقفه على الخليه دي كده اقدر اعمل لها اطار من تحت، بوتون بوردر يحط لي اطار سفلي من تحت بالشكل ده. طب لو وقفت على نفس الخليه وقلت له حط لي عليها توب بوردر، حط لي اطار علوي فوق اعلى الخليه. تمام، طب عندي رايت وعندي ليفت بوردر، ليفت بوردر اهو هيحط لي اطار على شمال الخليه، ورايت بوردر يحط لي اطار على يمين الخليه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. طيب عندي ايه تاني؟ عندي هنا نو بوردر، لو انا حبيت اشيل بقى البرواز او الاطار اللي انا عملته ده هقف كده على الخليه دي وهاجي من هنا اقول له نو بوردر، عمل ايه؟ شال البرواز اللي حوالين الخليه. طب لو انا علمت على مجموعه من الخلايا كده وعايزه اعمل لهم ها بوتون وتوب بوردر وليفت بوردر، تمام، ورايت بوردر، هتلاحظ ايه؟ اعمل حوالين الخلايا كلها من بره. تمام، لو عملت سلكت على مجموعة الخلايا دي واخترت من الايقون بتاعتي اول بوردرز، عمل ايه؟ قسم بقى الخلايا اللي جوه كمان، عمل لها بوردرز، بقى عمل بوردر بره وجوه. طب لو عملت سلكت على مجموعة من الخلايا زي كده وجيت قلت له من هنا اعمل لي اوتسايد بوردر، اوتسايد بوردر عمل برواز او اطار حوالين الخلايا من بره بس ما قسمهمش من جوه. طب تعالى نشوف حاجة تانية، لو عملت سلكت على مجموعة الخلايا دي وجيت قلت له من هنا اعمل لي thick outside borders، عمل لي برواز سميك حوالين الخلايا اللي انا محددة عليها من بره. تمام كده، طب تعالى نشوف في ايه كمان. لو جيت عملت سلكت على الخلية دي وجيت قلت له من هنا بوتون دبل بوردر، حط لي بوردر اسفل الخلية من تحت بس بشكل دبل كده، بنستخدمها لما نيجي نجمع حاجة. كنت مثلا بحسب مرتبات وعايز اطلع التوتال تحت، دايما سطر التوتال بنعمل تحته ايه؟ الخطين دول. طيب تعالى كمان نشوف من هنا thick bottom border، عايزه اطار سفلي سميك بخط ايه، زي لو وقفت كده اهو عمل لي اطار سفلي في اسفل الخليه من تحت او البوتوم بوردر بالشكل السميك ده. طب خلينا انا واقفه عليها دلوقتي عايزه اعمل لها توب اند بوتوم بوردر، اطار ايه؟ فوق وتحت اهو، عمل لي اطارين، واحد فوق وواحد تحت. تعالى نقف على خلية تانية ونختار الاوبشن اللي بعد كده، بيقول لي توب اند ثيك بوتوم بوردر، ها زي ما هو مرسوم قدامك بالظبط كده، اطار فوق بخط خفيف واطار تحت بخط ايه تقيل شوية زي ما انتوا شفتوا بالشكل اللي ظهر لي ده كده. طب هقف على الخلية دي، تعالى نشوف اوبشن كمان عندي ايه. عندي هنا توب اند دبل بوتوم بوردر، ها هيعمل لي اطار واحد فوق في اعلى الخلية اهو، ها ودبل بوردر تحت كده، ده الجزء الخاص بالبوردرز. طب عملت سلكت على مجموعه الخلايا بتاعتي دي
ونفتح السهم تاني من جنب ايقونة البوردرز. تمام، عندي هنا ايه؟ درو بوردر. تمام، درو بوردر. طب تعالى برضه نعملها في مكان تاني، هخلي الخلايا بتاعتي اللي انا كاتبه فيها في الاخر بقى نعملها بطريقة واحدة. درو بوردر دي على فكرة مش لازم انا بقى اكون محددة الخلايا الاول، انا اقف في اي مكان كده واروح اقول له درو بوردر، الماوس بتاعي يتحول لشكل قلم وانا اقدر ارسم بالقلم ده ها الخلايا اللي انا عايزاها. طب ايه رايك، انا عايزه الون البرواز، عايزه الون الاطار بتاعي. تمام، عندي هنا لاين كولر، لاين كولر، ممكن اخد باللون الاحمر ده. تمام، وابتدي الون بالشكل ده. شايفين اهو، انا بقى بحدد ايه انا عايزه الون ايه. طب لو عايز تلغي القلم الموجود في الماوس حاليا، الماوس عندي هو على شكل قلم، كل ما هعمل كليك في مكان هيروح يلون، لو انا جاي عايزه اكتب هنا مجرد ما بكليك ده مش بيكتب، ده بيلون. ها قدامك حلين، يا اما مفتاح اسكيب من الكيبورد، مفتاح اسكيب من الكيبورد هيلغي الاوبشن ده، يا اما كليك تاني على الايقونه بتاعت البوردر هيلغي الاوبشن، تبتدي تستخدم ايه ها حاجه تانية اللي انت عايزها. ده كان بالنسبه لدرو بوردر. تمام، عندي هنا درو بوردر جريد، درو بوردر جريد، تعال نشوف ده بيعمل ايه. درو بوردر جريد، تمام، لو فتحت كده عملت كليك عليها درو بوردر جريد، تعالى كده نشوف. ها انا ها الماوس معايا برضو على شكل، ها الماوس بتاعي اهو على شكل قلم. تمام، وبحدد مجموعة من الخلايا، هو كأني بعمل اول بوردر، الخلايا اللي بحددها بيعمل عليها اول بوردر. بص كده كليك تاني، الاوبشن اللي قبله كان درو بوردر، ها لو انا حددت كده ها بيعمل لي اوتسايد بوردر، بيعمل لي بوردر من بره لكن مش بيلون اللي جوه. لكن بص الاوبشن ده اللي اسمه درو بوردر جريد، انا مجرد ما احدد مجموعه من الخلايا ها بيعمل لهم اول بوردر بره وجوه. واصله كده الفكره؟ طيب تعالى نشوف بعد كده في ايه تاني انا كليك عليها، بس عشان الغي الامر من الماوس. تمام، اتفقنا ان لاين كولر ده بنقي لون، ها لون البوردر اللي انا هرسم بيه. وعندي هنا لاين ستايل، لاين ستايل ممكن انقي ستايل البوردر. تمام، البوردر الستايل هو شغال بيه الديفولت بتاعه الستايل ده، انا ممكن عايزه اعمل بوردر منقط، بوردر شايفين كده، شرطه بوردر، دبل بوردر، شرطه تقيله، شرطه رفيعه. تمام، ممكن اخد مثلا الستايل المقطع ده وبعدين افتح الايكون مره تانية واخد اللاين كولر مثلا باللون البيربل او الموف ده. تمام، وبعدين اروح جايه عامله مثلا كده اهو، شايفين. تمام يا جماعه، طبعا انا هنا كنت محدده في الاول الاوبشن اللي هو ايه، الاوبشن اللي هو درو بوردر جريد كده. طب فاضل عندي حاجه اللي هي مور بوردرز اللي تحت خالص دي، بس نلغي الاوبشن موجود حاليا. تمام، تعالى كده هعلم على مجموعه من الخلايا وليكن المجموعه دي، وهفتح هنا الايكون، هختار منها مور بوردرز. تمام، فتح لي ايكون، فتح لي ويندوز اسمها فورمات سيلز. تمام، فورمات سيلز دي جواها حاجات كتير هنتكلم عليها بالتفصيل فيما بعد، بس انا اللي بيهمني النهارده هو فتح لي على جزء البوردر. تمام، عندك هنا لاين ستايل، فاكرين احنا لسه قايلين من شويه الستايل، اختار الستايل اللي يعجبك، كليك على اي ستايل كده بيطبقه لي، هاخد الستايل التقيل شويه ده، ومن هنا هختار اللاين، لون الخط، وليكن المره دي ناخد الاحمر. تمام، والخلايا اللي انا عامله عليها سيلكت دي انا بقول له اعمل لي بوردر اوتسايد، شايفين بقى في البريفيو في الرسم هنا هيعمل لي ايه، هيعمل لي اوتسايد بوردر، اطار من بره، ممكن اقول له كمان انسايد عمل لي اطار تاني من جوه، يبقى انا كده كاني عملت اول بوردر. تمام، احب الغي حاجه بتلغيهم كلهم بقول نان، تاني اهو انسايد بعمل اللي جوه بس. تمام، اوتسايد بيعمل كله. طب لو عملت كليك هنا، عندي هنا توب بوردر، لو عملت كليك كده بيشيل البوردر اللي فوق. تمام، كليك هنا بيشيل البوردر اللي في النص، كليك تحت بيشيل البوردر اللي تحت، كل ده هوريزونتال على المستوى الافقي. تعالى هنا على مستوى الرأس، عملت كده بيشيل البوردر اللي على الشمال، عملت كده بيشيل اللي على اليمين، كليك هنا بيشيل اللي في النص. واصله كده الفكره يا جماعه؟ طب عندي هنا ايه، عندي الدياجونال، الشكل الدياجونال ده لو جيت عملت كده ممكن يقسم لي الخلايا بتاعتي كده، شايفين نان بيلغي اللي انا عملته كده، بيقسم لي الخلايا بتاعتي بالشكل ده، نان بيلغي تاني اللي انا عملته. طب في حد ساعات يقول لي انا بحب اقسم الخليه بالشكل ده، بصوا كده، تعالى نقف على الخليه دي، انا بس ايه هزود كده ارتفاع السطر،
ازود ارتفاع السطر ده شويه، كليك كده ما بين 23 و 24، كليك وهسحب، سوري كليك وهسحب كده لتحت. تمام، انا بس حبيت ازود ارتفاع السطر عشان اوريكم حاجه. هختار الخليه ولتكن دي، هدخل هنا مور بوردرز، ممكن من هنا شايفين فتحت السهم اللي جنب ايقونه بوردرز، وهاخد اخر اوبشن تحت مور بوردرز، ممكن اجيبها من مكان تاني. شايفين السهم ده اللي جنب فونت، لو فتحته هيفتح لي على فونت وبعدين اتنقل على بوردر. كذلك السهم ده لو فتحته اللي جنب الالاينمنت كان هيفتح لي على جروب الالاينمنت وبعدين اتنقل اللي انا عايزاه. السهم اللي جنب نمبرز لو عملت كليك هنا هيفتح لي نفس الويندو اللي اسمها فورمات سيلز، بس هيفتح لي على جزء ايه، على جزء النمبر، وانا بعدين اتنقل على البوردر. تمام كده، كليك على الشكل ده، شايفين ده كده، هقوله هنا اوكي. في حد بيقول انا عايزه اقسم الخليه كده واكتب فوق وتحت، تمام هعملها دي ازاي؟ هقف على الخليه بتاعتي وهكتب كده مثلا انا عايزه احط اسامي الطلبه ودرجات بتاعتهم، وهقف هنا او العناوين بتاعتهم، هقول له كده النيم، تمام، وبعدين الت وانتر، وبعدين اخد مسافه واكتب له الادرس. انت تعالى كده نشوف، ما ظبطتش معايا قوي، نقف عليها تاني نزود المسافات، نزود المسافات ما بينهم شوية، ندوس انتر ونشوف كده. لا محتاجة تاني ان انا ازود المسافة برضو. نقف هنا نعمل كده بوردر، وهقسم الخليط باتجاه العكسي واقول له اوكي، هقف عليها هنا، هقول له النيم، بعد كده الت وانتر، شوية مسافات كده، هقول له حط لي هنا ادرس. تمام، يمكن هنا هي ظابطة اكتر. تمام، هي هنا بس عايزة ايه، تتساوى المسافات اللي هنا. يا جماعة في ناس كتير بتطلب مني يقول انا عايزة اعمل الشكل ده. تمام، ده كان سريعا كده جروب الخاص بالفونت. لسه بس فاضل حاجة صغيرة هنا، التو ايكونز دول، فتعالى نطبق بقى بتطبيق كده على الخلايا بتاعتي هنا، سلكت عليهم. تمام، الايقونه دي بتديني خلفيه. تعالى الاول نعمل من هنا اول بوردر، اول بوردرز، معلش بس هغير الستايل طبعا، هو بيحتفظ ده اخر حاجه انا كنت عاملاها. فهدخل من مور بوردرز هنا، هاخد الستايل العادي بتاعنا ده، وهقول له اعمل لي بي اوت سايد وان سايد واوكي. تمام، وبعدين ممكن اجي اسلكت على العناوين كده واديها خلفيه بلون معين، اي لون انت تحبه سلكته من هنا. تمام، اي لون تختاره هيطبقه لك خلفيه للعناوين او الخلايا اللي انت عامل عليها سلكت. جميل كده، وبعدين الخليه دي فونت كلر، دي اللي قبلها كانت فيل كلر. فيل كلر يعني املى الخلايا بلون معين، فونت كلر يعني لون الكلام بلون معين. تمام، فممكن اسلكت كده ايه والون الكلام باي لون يعجبني، هعمل كليك عليه هيطبق قدامي ايه، على الخليه اللي انا عامله عليها سلكت. جميل كده. طب بالنسبه للحاجات اللي انا كتبتها البوردرز اللي قعدت العب فيها دي بوظت الدنيا، عايزه امسح الكلام ده كله، فعملت سلكت عليهم كده. تمام، نفس الايقونه الخاصه بالبوردر دي هتلاقي في جوه زي جومه كده اراس بوردر. تمام، الجومه دي لو عملت سلكت عليها اي خلايا بتحدد عليها كده بالماوس يبتدي يمسحها لك. عايزه الغي الجومه دي، كليك تاني على الايقون. تمام، طب انا كنت عامله سلكت عليهم كلهم، عندي من هنا كلير، ممكن اقول له من هنا كلير الفورمات مره واحده بقى، بدل ما اقعد احدد جزء جزء، انا احدد كله كده واقول له من هنا ايه، اعمل لي كلير للفورمات. تمام، يمسح البوردر بالالوان بكل حاجه. ده كان كده باختصار الجروب الخاص بالفونت. القاكم في فيديو قادم ان شاء الله هنتكلم فيه عن جروب الالاينمنت. شكرا لحسن استماعكم.